تنفصل الكثير من الحيوانات عن صغارها بعد الإنجاب للعديد من الأسباب، منها عدم رغبتها في أن تشاركها تلك الصغار السيطرة على القطيع، ومنها أيضاً ألا يحدث نوع من تزاوج الأقارب، وخصوصاً بين تلك السلالات التي تملك ذاكرة قوية بحيث تستطيع التعرف على صغارها وكذلك على مستأنسيها من البشر مهما طالت المدة. أما عن طريق الشكل والملامح مثل الخيول أو عن طريق الرائحة مثل القطط والكلاب. وهنا يأتي التساؤل الذي أردنا إثارته في هذا الفيديو واستعراض الإجابة عنه، وهو: هل يمكن للسلحفات تحديداً رؤية وتمييز صغارها مرة أخرى؟ وإذا كانت الإجابة لا، فما هو السبب؟ في البداية لابد من معرفة أنه يمكن لأنثى واحدة بالغة تجاوزت 20 عاماً من السلاحف البحرية أن تضع حوالي 100 بيضة في المرة الواحدة. لنفترض أن 50% من نسلها من الإناث و 50% من الذكور، فهذا يعني أنه في غضون 20 سنة أخرى عندما يصبح هذا النسل كبيراً في السن بما يكفي للإنجاب سيكون لدى تلك الأنثى 5000 حفيد. وإذا افترضنا مرة أخرى أن نصفهم من الإناث، فإنه في خلال 20 سنة ستصبح تلك الأنثى بمثابة الجدة الكبرى 250,000 من السلاحف الصغيرة. ولا داعي للعجلة، لأن القصة لن تنتهي عند هذا الحد، لأنه في المتوسط يمكن أن تعيش السلاحف البحرية لمدة 80 عاماً تقريباً. وهذا يعني أنه في وقت ما سيصل نسل تلك الأنثى إلى 1.25 مليون. ضع في اعتبارك أيضاً أننا نسحب فقط أنثى واحدة في البداية وضعت مرة واحدة، لكن بعض السلاحف تضع عدة مرات في الموسم الواحد، بل وتتكاثر مرة كل 3 إلى 4 سنوات. في النهاية نريد القول بأنه سيكون هناك عدد لا نهائي من النسل الذي يستحيل حصره. يمكن اعتبار السلاحف حيوانات تتمتع بطول العمر، كما أنها لا تشتكي من ضعف الذاكرة، فحسب دراسات عديدة يمكن للسلاحف حفظ المعلومات وتخزينها في عقولهم لعامين كاملين. ببساطة لا يستطيعون العيش بدون ذاكرة جيدة تساعدهم في معرفة سلوك الحيوانات المفترسة وفهم من أين يحصلون على الغذاء ووجهة هجرتهم. وعلى الرغم من كل هذا فإن السلاحف لا تستطيع رؤية وتمييز صغارها، وإليكم السبب. عندما يفقس البيض تزحف السلاحف الصغيرة على الفور إلى الماء، فهم يعلمون ما يتوجب عليهم فعله دون حاجة للأم لتشاركهم حياتهم أو لتعلمهم، وبالتالي يبدو منطقياً أن لا تتذكر السلاحف آبائها أو حتى صغارها، على الرغم من أنها تعرف في نفس الوقت الموقع الدقيق للشاطئ الذي ولدت فيه حتى بعد سنوات عديدة من وضع البيض. السلاحف مثل العديد من الحيوانات الأخرى تبحر في البحر باستشعار الخطوط غير المرئية للمجال المغناطيسي واستخدامها كبوصلة. وبما أن كل جزء من الساحل لديه مجال مغناطيسي مميز، فإن السلاحف يمكنها بكل سهولة تحديد وجهتها والانتقال إليها كما لو كانوا يستخدمون GPS. وحتى لو وضعت الأم بيضها في مكان ما ثم قامت بنقله إلى مكان آخر، فإن صغارها ستعتبر هذا المكان الجديد هو الموطن الذي يمكن أن يعودوا إليه عند وضعهم البيض. مما سبق يتضح أن السلاحف تتذكر جيداً المكان الذي ولدوا فيه، لكنهم لا يمكنهم بطريقة أو بأخرى التعرف على أطفالهم. وهناك سبب آخر يجعل من هذا الأمر شيئاً مستحيلاً، وهو أن عدداً كبيراً من السلاحف الصغيرة يمكن أن تموت قبل الفقس أو في طريقهم إلى الماء أو في السنوات الأولى من السباحة بالقرب من سطح الماء. ووفقاً للحسابات فإن واحدة فقط من أصل 1000 سلحفاة يمكنها البقاء على قيد الحياة حتى سن التزاوج.